جمال مع الله تحلو الحياة وقلبي لي تبتل صياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا نصوم نقوم نعم أجمل ستكون حياتنا إذا عشنا مع القرآن الكريم وتلاوته وختمه في هذا الشهر العظيم قرار بأن يكون لنا وقت وحظ مع تلاوة هذه الآيات فلنكون مع هذا القرار وقلبي لي تبتل صياما دعاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره كيف نحقق الاجتهاد في رمضان؟ ما يبغى لها كلام يا محسن رمضان شهر القرآن فأعظم ما ينشغل به الإنسان في رمضان أن ينشغل بكلام الرحمن سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا القرآن الصفحة الواحدة كم حرف فيها؟ عشرات كثير جدا الله الحرف الواحد بحسنة إلى عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف قراءة القرآن تلاوة القرآن تجارة ومي أي تجارة تجارة رابحة ربحها مو 100% ولا 1,000,000% لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى تجارة رابحة ما راح تخسر ابدا يا تالي القران خصوصا في رمضان يا سلام الله عز وجل يقول ان الذين يتلون كتاب الله ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور تجارة ما راح تخسر رابحة حاسنة ولن تخسر أبدا أبدا كيف حال السلف الذين الصحابة ومن بعد الصحابة والتابعين مع القرآن الكريم أنا خايف أقول بعض النماذج من أحوال السلف فيصيبنا شيء من الإحباط ومن اليأس خلاص نأخذ نماذج واقعية نماذج واقعية والله إني أعلم في زماننا هذا من يعيش معنا من يختم في رمضان أكثر من 30 ختمة ما شاء الله يختم في اليوم الواحد لا يقل عن ختمة بل والله أعلم من يختم في رمضان ختمتين في اليوم الواحد معناته يعني ما شاء الله هو ماهر في القرآن هو مفرق نعم نفسه نعم ماهر بالقرآن حافظ القرآن مثل حفظه للفاتحة يعني معناته هو الآن أذكر حتى الشيخ بن باز رحمه الله عليه لما قالوا له عن ختم القرآن في يوم هو جلس مرة وقرأ القرآن كاملا بحكم أنه يحفظه يعني ما شاء الله بشكل ماهر أخذ منه سبع ساعات وأعلم من يأخذ منها القرآن 5 ساعات ونصف في هو قريب منا من أجل أن يختم وهؤلاء أصحاب مقربين مني أعرفهم طيب مع انشغال الناس الآن تعرف روحتهم وجيتهم ودوامات وكذا حتى أيضا إحنا الآن إحنا ما نبغى ندخل على نقول المهم اقرأ انشغل أي فرصة تحصلها كل الاجتهاد لحتى نحقق الاجتهاد نعم والله يا شيخ علي في رمضان الماضي إني أدخل مستشفى أجد بعض المرضى في الانتظار يستنى الدخول على الدكتور يقرأ وفاتح المصحف يقرأ قرآن عند الإشارات تجد من يقرأ قرآن في 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 في, في المطارات في الانتظارات في الأعمال في الوظائف في المساجد تجد الناس أصبحت المصاحف في جيوبهم في حقائبهم يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار أقول لك موقف عجيب أنا أعرف مؤذن ما شاء الله عليه
كنت يعني داخل المنطقة اللي احنا نسكن فيها، فإذا مشينا ورحنا مثلا مكان لمكان أو هو رايح مثلا من مسجد لمسجد أشوفه ماسك المصحف ويمشي بالشارع يقرأ القرآن سبحان الله. أقول أتعجب من حاله سبحان الله، كيف الإنسان هذا حريص. أقول لك عن أمر عظيم، معلومة ممكن أول مرة تسمعوها، القراء الملائكة على جلالة قدرها عند الله محرومة من القرآن، يعني ما القرآن ما أنزل عليها، أنزل علينا، لذلك الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض من أجل أن تستمع للقرآن، نزلت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تستمع منهم للقرآن، بل إن الإنسان إذا قام الليل وبدأ يقرأ القرآن نزلت الملائكة من السماء تستمع لقراءته للقرآن، الملائكة تتمنى القرآن، الله عز وجل أعطانا هذا الكتاب المبين، هذا القرآن العظيم الذي به شفاء الصدور وطمأنينة القلوب. وحتى نحقق الاجتهاد مباشر ممكن نربط قراءة القرآن مع كل صلاة. أنا أقول لك على حاجة يا شيخ علي، ربما يغفل كثير من الناس، يعني إذا أتى يريد أن يصلي بين يدي الله عز وجل، اشتاق في رمضان أن يصلي ركعتين، يعني ما في بأس أن تحمل القرآن وأنت تصلي بين يدي الله وتكمل وردك، لا بأس أن تصلي ركعتين، تشتاق يشتاق الرجل إذا كان في رمضان أن يصلي ويجتهد بالصلاة من أجل أن يغير على نفسه في العبادات، لا بأس أن يجتمع الإنسان ركعتين يصليها بين يدي الله عز وجل وهو يحمل المصحف يكمل ورده في القراءة، وهذه من الأشياء التي تغير للإنسان ويجتهد بها في قراءته لكتاب الله عز وجل. أنت قلت كلمة جميلة، هل الإنسان يقدر يختم القرآن في رمضان بكل يسر سهولة إذا ربطه بالصلوات الخمس؟ لو حط لنفسه جدول في كل صلاة من الخمس الصلوات يقرأ خمس صفحات يكون هو قرأ كم؟ 25 صفحة تقريبا، جزء جزء وربع، يعني حيختم في أقل من شهر. لو مثلا صلاة الفجر خمس صفحات، الظهر خمس صفحات، العصر. طيب احنا بسألك سؤال عملي، كم تقريبا يستغرق إذا قراية يعني سهلة وعادية الجزء الواحد؟ الجزء الواحد تقريبا 25 دقيقة، خلينا نقول نصف ساعة. نصف ساعة. طيب الآن لو خذينا الصلوات الخمس زين، كل صلاة مثلا جلس الإنسان بعد، خلينا نشيل المغرب عشان الناس عشان الفطور الفطور زين، وخلينا نشيل مثلا الان نقول الظهر يمكن يكون في دوام، فيبقى عندنا كم فرض؟ ثلاث فروض زين، ثلاث فروض. الان ثلاث فروض لو قسمناها وكل فرض يجلس بعده او قبله نصف ساعه، لو دخل مع الاذان اي نص ساعه، يعني مع الاذان عنده 20 دقيقه، يعني راح يكسب كم تقريبا؟ راح يختم في رمضان بالصلوات ثلاث مرات، راح يختم مرتين إلى ثلاث مرات. مرتين إلى ثلاث مرات. هذا بس إذا دخل الصلوات الثلاث هذه، الفجر والعشاء والعصر مع الأذان، راح يختم لا يقل عن ثلاث ختمات بس، هذا اللي في الصلوات. أنا أعرف ناس يسوي شيخ، إن الآن مثلاً قد ينشغل في كل الفروض مثلاً ويصلي ويطلع مثلاً، يخصص وقت مثلاً اللي هو مثلاً بعد صلاة العصر. نعم. وحاط عنده هدف مثلاً يقرأ جزئين أو ثلاثة، إنه ما يطلع من المسجد إلا قاري هذا الورد. يستطيع والله أنه سهل ويسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، بس الإنسان يبادر يقدم ويجتهد حقق يعني القرار بتلاوة كتاب الله عز وجل، يحقق الإنسان ولا ينسى ولا يغفل الاستعانة بالله عز وجل. كيف؟ الإنسان يستعين بالله، لأنه ترى الإنسان لن يجتهد إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى على هذا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، قبلها ماذا قال؟ إياك نعبد. سردت لها يا شيخ. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بالله عز وجل. سبحان الله، في آية الله عز وجل يقول ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تعرف ماذا قال الله عز وجل بعدها؟ أن هؤلاء كلهم الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق، كلهم ليس باجتهادهم إنما هو توفيق من الله. قال الله بعدها ذلك الفضل من الله
وكفى بالله عليما. سبحانه. في نقطة أبغى أنبه عليها. تفضل. قراءة القرآن عظيمة، وأيضا الاستماع للقرآن عظيم. يا سلام. بل هو سنة وشيء كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. قصدك اللي ما اللي ما يقدر يقرأ يسمع. يسمع. إذاعة قرآن. سيدي في السيارة. والحين ما شاء الله القنوات في قنوات بس قرآن. القنوات في البيوت تكون على التلفزيونات في البيوت شغال. تكون على قنوات القرآن. يعني إحنا مطلوب مننا الأيام هذه نعيش. نعيش حياة. عيش لحظاتك، أنفاسك، أوقاتك، دقائقك، نهارك، ليلك مع القرآن في رمضان وفي غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم على طار الاستماع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ من قراء الصحابة كلنا نعرفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. ابن مسعود تعجب استغرب، قال أقرأه عليك وعليك أنزل؟ الله. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة أتمنى كل واحد هو حاط على إذاعة قرآن ولا مشغل سي دي قرآن ولا حاط على قناة قرآن يستشعر كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه. قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. والله. شوف دحين بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أحب أصلي وراء الإمام الفلاني، أحب أسمع صوت الشيخ الفلاني، هذا شيء كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن تحبه أنت يا مسلم. فقرأ عليه من بداية النساء حتى وصل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تعلم شيخنا ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه بسبب هذه الآية. شيء جميل أنك تسمع القرآن. نعم. وتقرأ القرآن. نعم. حتى يصل بك التأثر وإنت متخذ لهذا القرار أن تنزل دموعك لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن اتخذ القرار بأن يكون لك ورد من القرآن لتختيمه في رمضان لتكون حياتك مع الله أجمل. اللهم يا حليم، اللهم يا ودود، اللهم يا كريم، اجعلنا ممن يقرأ كلامك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. اجعلنا ممن يقرأ كلامك ويطبق حدودك يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وكروبنا يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي لين تبتل صياما دعاء صلاة.